في بعض الكنائس بتقول بعض الألحان بطريقة مختلفة عن المتعودين عليها، هل ده يجوز ولا المفروض يتعدل ولا إيه؟ هو طبعا في الجيل بتاعنا مفروض أنه كلنا نقول بطريقة واحدة، ما يبقاش في كنيسة ليها طريقة خاصة وتقول لك دي طريقتنا، لأن احنا كنيسة واحدة. وخصوصا أن دلوقتي في ميديا والناس بتسمع بعضيها، وأصبح في تسجيلات تخلينا نقول كلنا مع بعض، والانتقال من مكان لمكان أصبح سهل وسريع. فأنا ممكن فجأة ألاقي نفسي في حتة غريبة عن بلدي بصلي فيها. هنلاقي في العصور القديمة قبل التسجيلات والميديا والانتشار وسهولة الحركة، في بعض تقاليد محلية. يعني مثلا يكون في لحن في الصعيد بيقولوا بطريقة، في اسكندرية بطريقة أخرى، في وجه بحري بطريقة ثالثة، وفي القاهرة بطريقة رابعة. ما فيش ما يمنع، دي تقاليد محلية، نفس الكلمات لكن النغمة ممكن تختلف. مثلا دير المحرق لغاية دلوقتي له طريقة تمثل طريقة الصعيد. أحيانا في كتب الطقوس، وأرجو المعلومات دي تاخدوا بالكم منها، يقول لك مثلا بحسب ترتيب الكنيسة المعلقة. تمام. شو معنى الكنيسة المعلقة؟ كانت مقر البطرك، فكان يبقى ليها نظام الناس تقلده. لغاية دلوقتي مثلا دير مريمينة في مريوط ليه طريقة في تسليم القداس غير أديرة وادي النطرون، غير المحرق. لما تيجي تقول لهم ايه ده، يقول لك استلمنا كده من بابا كرولس السادس. فاذا كان في تقاليد محليه، حقيقه لو احنا حاولنا نوحدها هنخسر كتير، لانها تراث ولا تمثل مشكله بالنسبه للعقيده ولا وحدانيه العباده، حاجات بتبقى بسيطه. فلكن في الجيل بتاعنا كلما اقتربنا ووحدنا نطق اللحن وطريقته هتبقى اسهل للناس. صحيح. ان هم يعني انا عايز اقول الحاجتين مش غلط. أوكي. كوني ادخل كنيسه ليهم طريقه كده خاصه بيهم ما تضايقش، كون الكنيسه دي تعدل طريقتها مع بقيه الكنائس تبقى افضل. والافضل يا سيدنا، طب مين المنوط بيه ان يعني يكون اللحن مظبوط مع كل الكنائس؟ حاليا في المجمع المقدس دي لجنه الطقوس، دي لجنه كبيره تحتها لجنه فرعيه اسمها لجنه الالحان. ودي بتحاول ان هي تجمع التسجيلات القديمه، يعني في مجهود كبير بيتعمل، ويطلعوها في تسجيلات جديده تبقى واضحه وتوحد اللحن. احنا في اسقفية الشباب التزمنا في مهرجان الكرازة، لان ده وسيلة لنشر معلومة وطريقة موحدة للكل، ان احنا نجيب التسجيلات اللي اتفق عليها في لجنة الطقوس ولجنة الالحان ونعممها. ولما نيجي نقيم حفظ الالحان بنقيمه على اساس الحاجة الموحدة دي. ومع ذلك برضو بنحترم لما يكون في حاجة ليها خصوصية نقول ما جراش حاجة، لأن مع الزمن هيحصل التوحيد ده.